خلينا خلاص نبتدي بقائمة النادي الأهلي. كابتن عمرو اتفضل. في اير في اي نور علي طلعت، بس نور علي طلعت مصابة تمام اخر حادث. في مايا حلوة، مايا حلوة مصابة برضو، ودي قادمة من نادي سبورتنج. نادي سبورتنج لعيبة هايلة. نادين السلعاوي بتلعب مركز ثلاثة. في سرايا محمد النجم بتاعنا مركز اثنين. رنا نبيل مركز واحد. دينا عمر كابتن الفريق مركز اثنين. رنا علاء مركز واحد. رضوى محمد اعتقد اللي هي مصابه. فريده وائل دي صفقه جديده كابتن هيثم برضو، صفقه قويه برضو من نادي هليوبلس. بتلعب مركز اثنين وثلاثه. نادينا ابو الفتوح مصابه. في سلوى هارون بتلعب مركز خمسه. صفقه جديده ايضا سلوى. من نادي الزهور. في نوها الشتاء مركز خمسه، صفقه جديده كابتن هيثم من نادي هليوبلس. في قايله طبعا هي بتلعب مركز ثلاثه واربعه، ممكن نزود اثنين كمان مركز الامريكيه محترف. قايله. وفي حبيبه حاتم، عايزين نتكلم على حبيبه دي يا كابتن هيثم، دي برده كانت في دوري الجامعات ولسه راجعه. خلصت ولا خلصت رجعت. في جنة مصطفى بتلعب مركز أربعة، بس كابتن علي ساعات بيلعبها خمسة. وفي هاجر علي دي أحسن لعيبة في أفريقيا تحت 18 سنة. طب كابتن عمرو، النادي الأهلي يعني يمكن ما شاء الله عنده سكواد جامد إن شاء الله. شايف حد من الناشئات ممكن ما يكونش يعني ما تقالش اسمه ممكن يصلح إنه يطلع الدرجة الأولى؟ لا ما اقدرش اقول الكلام ده طبعا، يعني المجموعه اللي موجوده دي افضل يعني مجموعه تقريبا. يعني هو في طبعا في هاله، هاله احسن بلاي ميكر في افريقيا دي يعني ربنا يقومها بالسلامه، عندها مزق في السمان. هاله اخت اخت هاجر طبعا. اخت هاجر كانوا معانا في الحلقه. احنا هنرجعها قريب، هترجع بس طبعا عند خلف الماتشات قريب يعني. ومن فرقتك يا كابتن بقى وفي اير في يا كابتن، اير في مستقبل. لا مستقبل ولاعيبه قويه جدا تحت الباسكت، مع انها السايز بتاعها او حجمها مش كبير. ايه وهاجر اعتقد كابتن علي يعني هيعتمد بيهم عليهم النهارده اكيد ان شاء الله. كابتن عمرو